أم الحمد إبراهيم. لله. اتفضلي يا فندم. الله يرحم الوالدة. سامع حضرتك. أنا فاهمة. أيوة يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معاكي. أستاذة فيروز، أنا عندي شكوى. اتفضلي. إحنا سكان مدينة السلام، عندنا إحنا سكان مدينة السلام، أي فن؟ إحنا عندنا في المدينة 7 مجمعات. جميل. طيب اسمعينا بعيدة عن التلفزيون من فضلك، يعني اسمعينا من الهاتف فقط. حاضر تفضلي. حاضر، بقول لحضرتك احنا سكان مدينة السلام عندنا 7 فروع مجمعات لشركة النيل للمجمعات. تمام. حضرتك السكر بينزل يوم الاثنين بالليل، يستلموه ويقفلوا. تاني يوم الصبح لو رحنا نجيب سكر نبقى واقفين على الباب قبل ما هم يجوا يفتحوا، اول ما يفتحوا يقولك السكر خلص. ما تباعش منه حضرتك ولا كيلو ولا مواطن، مفيش مواطن خد كيلو سكر، والسكر بيطلع للتجار. عيني عينك كده، وما تروحي تطلبي يقول لك مفيش، ما عندناش، ما جالناش. وده اللي داير عندنا، احنا هنا مش لاقيين كيلو سكر، السكر عند البقالين ب 50 جنيه. فرجاء من حضرتك تشوف لنا رئيس شركة النيل للمجمعات، أو توصلي له صوتنا إن إحنا مش عارفين ناخد من الموظفين بتوع المجمعات ده كيلو سكر. يا إما تاني يقول لك 2 كيلو سكر لو لقيتيه وعليهم علبة جبنة إجباري. ده اللي حصل عندنا حضرتك. يبقى إحنا شركة تعبنا. النيل تاني يا فندم من فضلك، قول لنا للمجمعات. شركة النيل بالمجمعات فين بالظبط المكان؟ احنا سكان مدينة السلام، ليها 7 فروع في مدينة السلام. يبقى شركة النيل بالمجمعات اكتر في فرع شكوى تعبنا مريرة. فرع حضرتك بتتحدثي في نقطة مهمة جدا، واحنا مش حن يعني مش هنفوت هذه النقطة او هنتجاوزها، ويمكن نخصص حلقة لكم أنتم فقط. يعني إحنا بقى بندي من أول دلوقتي لحد الأسبوع القادم فرصة للقائمين على هذه الفروع إن هم يراجعوا أنفسهم مرة تانية، مش عشان الورق اتثبت إن السكر كان من أمس فيجي الناس الصبح عشان ياخدوا مستحقاتهم أو المدعم بالنسبة لهم كمواطنين فيلاقوا إن الأمر انتهى زي ما بتتحدث المتصلة معانا. تفاصيل تانية حضرتك بتقولي إن بتجبروا على أخذ علب جبنة مع الرز المدعم، طبعا ده من المفترض انه برضو غير قانوني. قولي لي الكيلو الجبنة ده بكام او علبة الجبنة دي بكام يا فندم؟ علبة. هو بيقول لك 2 كيلو سكر وعلبة جبنة ب 70 جنيه. ب 70. قولي لي بقى حضرتك احنا الناس على قدنا نجيب منين او نعيش ازاي؟ احنا مش عارفين نعيش اصلا، احنا مش عارفين نعيش، مش عارفين ناخد كيلو سكر من طب للأسف الشبكة عندها ضعيفة، لكن وصلني استغاثتها، واحنا هنا هنهتم بيها اهتمام بالغ على فكرة. لكن هذه الأمور الحقيقة الواضحة للعيان والفجة جدا على المواطنين واللي بتضغط على المواطنين بزيادة، لا يمكن إن احنا في تصريح مواطن أو في قناة الشرق تجاوز عنها، بل بالعكس احنا بنهتم بيها اهتمام خاص. فاحنا هذه الفروع اللي هي فروع شركة النيل اللي هي تحدثت عنها واللي هي موجودة في مكانها وأشارت إليه، هنهتم بهذا الأمر إذا لم يكون هناك رفق بالمواطنين في هذه الأماكن. إلى الأسبوع القادم إحنا هنعيد الحديث عنهم وهندخل بقى بحلقة كبيرة، حلقة 50 دقيقة، ونتحدث ونستفيد في الحديث، وأهالينا من هناك يتصل بينا وتبدأ بقى إن إحنا فعلا نزود الحديث عنهم إذا لم يلتزموا بالالتزامات اللي من المفترض يقوموا بيها على أكمل وجه في هذه الفترة العصيبة من حياة الناس. لكن ده مش دور الإعلام فقط، ده دور الرقابة. رقابة في أين الدولة في هذه الفروع اللي أشارت ليها المتصلة؟ من المفترض أن يهتم يعني من يهم الأمر في هذا الخصوص.